تحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بهالحلقة الجديدة من نبض الحياة. معكم نحن من مشفى الأطفال والتوليد، حيث يتم اليوم اختتام الأسبوع العالمي للإرضاع الوالدي. هناك مجموعة من المحاضرات التي سوف يتم إلقاؤها من قبل أطباء مختصين وبعناوين مختلفة. تفاصيل أكثر ومعلومات أدق نحن راح نكون فيها معكم من خلال لقائنا مع الطبيب والدكتور إسكندر. إسكندر، أهلا وسهلا فيك دكتور إسكندر. أهلا فيك ونشرفتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حضرتك أخصائي في طب الأطفال. نعم، أخصائي في طب الأطفال ومدير طبي بالهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال. تشرفنا دكتور. دكتور، المحاضرة اللي راح تلقيها حضرتك اليوم تحمل عنوان الأدوية والإرضاع. أهم النقاط اللي راح تركز فيها بمحاضرتك، أو ما هو محتوى هذه المحاضرة؟ أنا راح أعطي محاضرة حول أهمية الأدوية والإرضاع. طبعا في مفاهيم كتير خاطئة عند المرضى وعند عامة الشعب أنه أغلب الأدوية بتأثر على الإرضاع. طبعا الأدوية أغلبها 90% تقريبا، ما بينفرز غير 1% فقط عبر الحليب، وأغلبها يعتبر آمن. نحن راح نركز على الأمور هاي عند ونرسل هالمفاهيم عند الأم والمرضى وعند عامة الشعب عشان يصير في توعية أكثر. طبعا وراح نحكي خلال هالمحاضرة إمتى فينا نوقف الأرضاع، إمتى في حالات قليلة كتير بنوقف الأرضاع فيها خلال إعطاء الأدوية، وإذا كان لابد وده تأخذ الأم دواء يكون ترضع الطفل وبعدها تأخذ دواء بعد 30 دقيقة، أو إذا في أدوية بتتاخذ مرة واحدة باليوم تكون تتاخذ بالليل بحيث الطفل يكون نايم، أو لما يفيق تكون أغلب الدواء انطرح عبر الدم وما عاد يأثر على الطفل. وعموما إفراز الدواء من خلال الأرضاع ما بيتجاوز 1%، وحوالي 90-95% من الأدوية ما بتأثر على الأرضاع وتكون آمنة جدا على الأرضاع، يعني بتتابع الأم أرضاع وليدها. دكتور، سؤالي، لأي مدى بيأثر عمر الطفل الرضيع وصحته بتأثره بمدى وجود الأدوية بحليب الأم المرضع؟ كل ما كان الطفل أكبر بيكون تأثيره أقل. طبعا أكثر شيء بيأثر خلال فترة حديث الولادة، لكن بيكون الأرضاع فوضوي وما في تنظيم للأرضاع، وبتكون حموضة المعدة عنده قليلة، بصير كل ما كانت كبر الطفل بتصير حموضة المعدة أكثر، بتخرب أكثر الأدوية اللي بياخذها عبر الأرضاع. دكتور، دائما معروف أنه الطفل الرضيع بالأشهر الثلاثة الأولى بيتعرض لمغص، هاي الأدوية اللي بتتناولها الأم المرضع خلال فترة الإرضاع هي بتزيد من هيدا المغص ولا لا أبدا ما لها علاقة؟ هو نعمل دراسات كثير عن المغص عند الوليد، ولحد الآن يعني ما في أي سبب قدروا يثبتوه أنه بيسبب المغص عند الأطفال. في شيء بيقولوا لحليبك بيسبب مغص عند الوليد، شيء بيقولوا للشوب، شيء بيقولوا للبرد، كل هالحكي طبعا ما له تأثير. هو مغص الوليد بيصيب تقريبا حوالي 20% من الأطفال أول 3 أشهر من الحياة، وبيزول تلقائيا. وبطب الأطفال نحن ما بنعتبره مرض، نحن بيقولوا نيموا الأهل ولا تنيموا الولد، يعني المنومات خلال فترة المغص غير مسموحة على الإطلاق، يعني شغلات بسيطة ممكن طارحات الغازات، التدشئة، هاي الأمور البسيطة كافية للقضاء على نوبة المغص. دكتور، سؤالي الأخير إلك، أنه إمتى الأم المرضع لازم توقف الرضاعة الطبيعي تماما وحالا لما تتناول أي نوع من الأدوية؟ أغلب الأدوية غير ممنوعة توقف الرضاعة، لأن في أدوية اللي هي أدوية السرطان وبعد أدوية الصرع والأدوية النفسية، هي بنوقف خلال الأرضاع ولفترة محددة، يعني بس تخلص بننصح خلال الفترة تاخذ حليبها ترمي لبين ما تخلص علاج مثلا اسبوع اسبوعين مشان ما ينفطم الولد، وبس تخلص فتره العلاج ترجع لحليبها الوالدي وترضع طفله بامان.
شكرا دكتور، شكرا لوجودك معنا، شكرا للمعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها. الله يسلمك. متابعين معكم مشاهدينا من مشفى الأطفال والتوليد في ختام الأسبوع العالمي للأرضاع الوالدي، راح نستقبل الدكتورة روبا انتيفي. أهلا وسهلا فيك دكتورة روبا. فيك يا أهلا وسهلا دكتورة روبا. عنوان المحاضرة اللي راح تلقيها حضرتك اليوم هي عن تغذية الأم المرضع. تماما، بالحقيقة موضوع التغذية عند السيدة المرضع هو أحد الهواجس اللي تشغل بالها دائما. هل أنا عم أخذ كمية كافية من الغذاء؟ هل أنا لازم أخذ شيء إضافي محتاجته ضروري لتركيب الحليب؟ هل أنا رضاعتي كافية فيما يتعلق بطفلي؟ فهيدي التساؤلات كتير كتير نحن بنتعرض لها بشغلنا اليومي، ممارستنا اليومية لموضوع رعاية الأم المرضع بهالحالة. دكتورة نحكي عن أهم الأكلات اللي يجب أن تتناولها الأم المرضع أثناء الرضاعة الطبيعية. هلأ السيدة الطبيعية تنصح بالتوازن، التوازن يعني التنويع بين الثلاث أنواع الرئيسية من الزمر الغذائية، البروتينات والمواد الدسمة والمواد السكرية أو الكربوهيدرات. يفترض أنه السيدة الحليب عندما يتشكل فهو يأخذ عناصره الغذائية من مصل الأم لحتى تشكله الغدد الثدية وتقوم بإفراز هذه المواد ضمن الحليب عندما يمتص الطفل. الأساس أنه السيدة تأخذ محتوى حوالي 50% تقريبا من عناصر الغذائية من المواد الدسمة، وتأخذ كميات حوالي 50% من السكريات و 15% من البروتينات، بالإضافة لكميات من الحموض الدسمة غير المشبعة اللي هي مهم كتير إنها تدخل على الجسم لحتى تنطرح بالحليب ويقوم الطفل بالاستفادة من حريراته ومكوناته الغذائية. نعم دكتورة، هناك بعض المعتقدات الشائعة إنه يجب على الأم المرضع الإكثار من تناول المأكولات، الحلويات، الطعام لزيادة كمية الحليب. أدي هاي المقولة أو هاي الأفكار الشائعة هي دقيقة وعلمية؟ هو فعليا السيدة المرضع بحاجة زيادة حريراتها اليومية، الوارد اليومي من الحريرات حوالي 500 حريرة على السيدة العادية أو على السيدة الحامل، فهيدي الوارد الغذائي هو ضروري للحصول على كميات من الحليب طبيعية من حيث الكمية ومن حيث التركيب الكيميائي الخاص بالحليب. يفترض أنه السيدة المرضع تأخذ كميات من السوائل، أهم شيء تتجنب العطش، تجنب العطش بحاجة هي 2 إلى 3 لتر في اليوم. أكثر من هيك فهو فعليا لا يفيد في زيادة إدرار الحليب. أهم شيء لإدرار الحليب هو تكرار الرضعات عند السيدة، بالإضافة أنه يكون يعني دماغها ما حاسس أنه هي بحالة عطش شديد. الشيء الثاني اللي هو انه تنوع الغذاء بحيث انه يكون في ما اكلات نقدر نسميها اكثر من انه خطوط عريضه، يعني الطبق المثالي عند السيده المرضع هو انه يكون نصه تقريبا فواكه او خضار، النص الثاني في منه جزء منه طبعا نصه طبعا بروتينات حيوانيه مثل اللحوم والبيض والاسماك وهيك، بالاضافه للربع الباقي بيكون عباره عن منتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر ودقيق الشوفان وهالأشياء هيدي اللي ممكن تمدها بمجموعة من الفيتامينات والعناصر تعتبر ضرورية جدا لصحة جسمها وللحصول على حليب حاوي على كل العناصر اللازمة للطفل. في سؤال يعني كتير بيقرق الأمهات وخصوصا الأمهات حديثات العهد بالأمومة، هو إنه أنا كيف بدي أعرف إنه طفلي أخذ الكمية الكافية من الحليب أثناء الرضاعة الطبيعية؟ هلا هو الام من خلال حياتها اليوميه اعتادت على طفلها شو هو؟ الطفل الذي يرضع ويترك الثدي بملء ارادته فهو طفل فعليا ياخذ الكميات الكافيه، ياخذ الكميات الكافيه من الحليب، بالاضافه لانه الحفاض عند الطفل يفترض انه تلاقيه مبلل ببول فاتح اكثر من 5 أو 6 مرات باليوم، بالاضافه للتغوط حوالي 3 مرات يوميا، كل هذا علامات تؤشر للام بانه حليبها هو كافي وانه الطفل ياخذ كفايته من الحليب. طبعا الطفل الذي ينام يوميا بكميات بعدد ساعات كبير جدا هو طفل طبيعي، بالذات في الايام الاولى للارضاع اللي بيكون فيها هذا الشيء محور بحث واهتمام الام.
نعم، إذن الأم المرضع هي يجب أن تركز على النوعية وليس على الكمية من أجل الحصول على كمية كبيرة ووفرة من الحليب. تماما، التنوع الغذائي هو الأساس، بالإضافة للفعالية الفيزيائية الخفيفة، النشاط الرياضات الخفيفة مثل المشي الخفيف ممكن أنه تساهم بزيادة إفراز البرولاكتين في الجسم وتساهم بالتالي في زيادة كميات الحليب وتحسين محتوى. شكرا. متابعين معكم مشاهدينا ببرنامج نبض الحياة، طبعا في الدكتورة هلا بدر وهي هي رئيسة قسم الأطفال في مشفى الأطفال والتوليد، رح عم تلقي محاضرة عن أهمية الإرضاع الوالدي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. أهلا دكتورة، هلا حضرتك رئيسة قسم الأطفال بمشفى الأطفال والتوليد. نعم، أهلا أهلا وسهلا. نحكي عن أهم العناصر اللي عم تركزي عليها بمحاضرتك وعن محتوى هاي المحاضرة. هلا هو المحاضره بس للتبيان قديش انه حليب الام هو حليب مهم، وهو ما في شيء بيشبهه، هو شيء مثالي للطفل، وكيف مكونات حليب الام مختلفه تماما عن اي حليب صناعي او عن حليب البقري يلي هي كثير شيء مهم ومفيد للطفل بحياته الانيه يلي هو عم يرضع فيها ولاحقا بحياته العامه، لانه حتى ممكن يوقي من اصابات لاحقه بداء السكري بالضغط بالاكزيما وبشغلات كثيره من هذا الموضوع. فهذه هي المحاور تاعت المحاضره. دكتوره، اكيد الرضاعه الطبيعيه هي مفيده تماما للطفل الرضيع وللام المرضع. اذا بنحكي عن ولو على عجالي عن اهم الفوائد اللي بيجنيها الطفل الرضيع والام المرضع من عمليه الرضاعه الطبيعيه. هلا بالنسبه للطفل اهم شيء الوقايه من الانتانات، التهابات الاذن الوسطى، التهابات المعويه، بالاضافه لانه عم ياخذ الحليب الاكمل والامثل يلي هو رب العالمين عطايا اللي ما في شيء بيشبه خلقه يعني. هذا شيء بالنسبة للطفل، بالإضافة للرابط العاطفي المهم واللي بيساعد على التطور الإدراكي والعقلي اللاحق للطفل. هي بالنسبة للطفل. بالنسبة للأم، الإرضاع الوالدي بيساهم أول شيء بالتخفيف نسبة سرطان الثدي، بيساهم بتخفيف نسبة سرطان المبيض عند الأم، بالإضافة إلى أنه كمان الأم اللي بترضع بتنفرز عندها هرمونات السعادة والاسترخاء يلي كمان بتساعدها أنه تكون بحياتها مسترخية وسعيدة. هي بالنسبة للأم والطفل. بالنسبة للمجتمع، نحن عم نخفف من الإصابات اللي بتحتاج للقبول بالمشافي وبالتالي التكلفة على الدولة. نحن عم نساهد بالتنظيم الأسري لأنه الإرضاع الوالدي بخفف من الحمول، ببعد بين الحمول. كمان نحن عم نوفر على الأهل انه يفكروا من وين بدي أمن حليب صناعي، لما انقطع بدي غير من حليب لحليب الدخل طفل مشاكل هضمية وتغذوية. لكن شو هي الحالات اللي ممكن الأم تلجأ فيها للحليب الصناعي؟ هلا هي كثير حالات قليلة، وهي بالحالات اللي بتكون الأم كثير مدنفة، يعني كثير عندها مرض شديد مثلا مثل السل ببداياته قبل العلاج، مثلا الملاريا قبل العلاج، أمراض مثلا مثل الإيدز في بعض الشك فيها. بالنسبة للطفل في أمراض استقلابية يلي هي وراثية وخطيرة كثير، هي بنمنع فيها الحليب، بس هي كثير نادرة، حالات نادرة وبدها تشخص من قبل الطبيب لحتى نقول إنه يمنع عن الحليب الأم فقط، وإلا كل حليب أم هو جيد جدا جدا، ما في حليب أم سيء. لكن هناك مقولات شائعة بين الأمهات وخصوصا أمهاتنا وجداتنا، بيقولوا أنه هناك حليب دسم، هناك حليب يعني بيشبع، وهناك حليب أنه ما ندسم ما بيشبع منه الطفل. لأي حد هاي المقولة هي دقيقة؟ هذا الحكي كنت هلأ عم بحكي، أنه بكل حليب في عنا حليب اسمه البدئي يلي هو بيبين مثل المي، هو أول الحليب بيكون لونه شفاف وفي سكر كتير ومي كتير، وهذا ضروري للطفل. نهاية الحليب إذا بتستمر الأم بالأرضاع للنهاية بتلاقي أنه حليبها بصفر وبصير دسم، وهذا شيء طبيعي. كل حليب ام مفصل على طفله بالخيط يعني مثل اذا انت رايحه عند خياط وقايلتي له خيط لي فستان، بخيطه على قياسه، كل طفل شو حاجاته بتنبعد بحليب امه تماما، فما في حليب احسن من حليب، في حليب مناسب لكل طفل من امه. كل حليب بيتناسب مع الطفل من امه، اذا هي دعوه لجميع الامهات للارضاع الطبيعي. بدي اتشكرك واتشكر وجودك معي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا متابعين معكم، كمان معنا مدير مشفى الاطفال والتوليد الدكتور احمد الفرة. يعطيك العافيه دكتور احمد. يعطيك يا هلا. حضرتك دكتور موجود بالمحاضره، واليوم هو ختام الاسبوع العالمي للارضاع الوالدي، شو هي النصائح اللي حابب انت توجهها حضرتك للام المرضع وللام اللي حامل او اللي عندها اطفال صغار؟ نحن بالهيئة العامة لمشفى التوليد الأطفال بنطبق البرنامج الأرضاع الوالدي على مدار السنة.
اي ولاده بتجي لعنا اذا كان طبيعي، وغالبا نحن بنوجه للولاده الطبيعيه او القيصريه، والقيصرية عندنا اغلبيته بيكون تخدير قطني. كله بعد الولاده الطبيعيه بعد القيصريه التخدير القطني كله بيصير ارضاع مباشر للطفل للهيدي. نحن بننصح بالهيئه العامه للمشفى، وانا كطبيب نسائي بننصح السيدات الارضاع الطبيعيه هو الامن، هو اللي بيحمي الطفل وبيحمي المراه، هو استمراريه للحياه للطفل وللمراه. الطفل اللي بيرضع من امه بكون صحته اقوى ومقاومته للامراض اكثر، وبكون الناحيه النفسيه له واختلاطه بالمجتمع بالمستقبل بكون اقوى وجيده جدا. نفس الشيء للمراه، هي المراه الحامل خاصه بغلاء الاسعار الحليب والمنتجات الحاله الاقتصاديه، ننصحها ان هي تتقبل فكرة الأرضاع الطبيعي. الأرضاع الطبيعي ما بيعمل تهدل بالثدي، ما بيعمل مشاكل بالثدي، بالعكس بيوقي من أمراض، بيوقي من سرطانات، بيوقي هي لها كمان من مشاكل السمنة اللي بنشوف أغلب النسوان راكدين إنه بده يعملوا شد وشفط. اللي بترضع طبيعي هي تصير عندها نتائج، عم تعمل حرق لجسمها عن طريق الأرضاع الطبيعي، وخاصة أول 6 شهور. ونحن بالهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال مستمرين على كافة أصعدة الأرضاع الطبيعي، ومنطبق البرنامج الأرضاع الطبيعي خلال السنة كلها على أي ولادة وأي قيصرية، وعندنا كادر طبي متمرس. ونحن هيئة هون الهيئة مشفى صديق الطفولة منطبق البرنامج على مدار 24 ساعة، وفي فريق متخصص من المقيمين والأخصائيين والقابلات. أي استشارة لأي سيدة فينا تحصل عليها حتى عن طريق النت. يعطيك العافية دكتور. أهم يعني واحدة من أهم الفوائد اللي بتجنيها الأم المرضع هي تعزيز الرابط العاطفي بينه وبين الطفلة. بدي أتشكرك وأتشكر وجودك معنا. شكرا، يعطيك العافية. شكرا، شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من نبض الحياة، حلقة جديدة الأسبوع المقبل. بتمنى لكم كل الأوقات الممتعة، إلى اللقاء.